السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الكريبتو. معكم أخوكم أبو كريم. أصدقائي، تم طلب مني بفترة سابقة كيف ممكن نحن نعمل مالتي تيك بروفيت، يعني تيك بروفيت واحد اثنين ثلاثة على منصة الكوكوين. طبعا عملت فيديو سابقا كيف ممكن تعمل الشيء على الباينانس، ولكن حاليا على الكوكوين، لأنه عرفت طبعا في محظورة تقريبا الفيوتشر بكل أوروبا على الباينانس، فلذلك الأمر رح نعمل تجربة كيف ممكن نعمل هذا الشيء على باينانس. طبعا اصدقائي، بتدخلوا على التطبيق راح تلاقوا طبعا الكوكوين، طبعا اللي مو مسجل في رابط راح احطه بشرح الوصف، او راح احط اللينك ايضا حنشوف في الجروب تبعنا. اصدقائي، راح ندخل طبعا، راح يكون في الاوفر فيو في عندكم شيء اسمه طبعا المين اللي هو كم حسابكم انتم قديش فيه كل يعني المحافظ، في عندكم تريدنج، وفي عندكم مارجن، وفي عندكم فيوتشر. نحن بدنا الفيوتشر، طبعا بدنا الفيوتشر، بنضغط على الفيوتشر. ما راح يكون فيها اول شيء انتم اصدقائي، لان لازم يكون عندكم انتم بمحفظتكم لنقول 100 دولار 50 دولار 20 دولار، المبلغ اللي انتم حابين تتداولوا فيه. طبعا مثل ما قلت في بالفيوتشر، بنضغط مره ثانيه بهذا المكان، بنضغط على الفيوتشر، راح نلاقي انه اول شيء راح يكون عندكم صفر، انتم ما عندكم اي مبلغ فيه، فراح نضغط على ترانسفير بهذا المكان. بعدين اصدقائي راح نحول، طبعا نحن راح عم نتداول معظم صفقاتنا على اليو اس دي تي، فبنختار يو اس دي تي. عندي مثلا 31 دولار راح احولهم طبعا على اليو، على بنحط المين اكونت للفيوتشر اكونت، بنضغط على اول مثلا. لا، حاليا باقي عندي 9 دولار، مو مشكله، هو فقط تجربه. طبعا بترجعوا تقدروا انتم ايضا تعيدوا، يعني بعد ما تكون عندكم فلوس بالفيوتشر تقدروا ترجعوا تنقلوها على السبوت او على المين اكونت. نضغط كونفيرم، فتم طبعا اصدقائي النقل، صار عندكم بالفيوتشر حاليا المبلغ اللي هو لنقول 9 دولار او 30 دولار او المبلغ اللي انتم حابين تشتغلوا عليه. طبعا رح ندخل اول شيء بالفيوتشر، يعني بالاسفل رح تلاقوا في شيء اسمه تريد، عفوا اصدقائي لحظه شوي، تريد وفيوتشر. اوكي، فنحن اصدقائي رح نختار طبعا الفيوتشر بهذا المكان بالاسفل مثل ما انتم ملاحظين، نضغط على الفيوتشر، فبيفتح عنا طبعا بالاعلى رح نلاقي نوع العملة اللي انتم حابين تداولوها، يعني بنختارها طبعا بالصفقة بتكون مكتوبة عنا نحن بقناة الذئاب التداول، ففيكم تاخذوا الصفقة شو هو الرقم الدخول شو هو الرقم الخروج. فرضا انا فاتح مثلا من يوم امس صفقة بي تي سي شراء، طبعا كتجريب طبعا للكوكوين، انا ما كنت استخدمها سابقا بالفيوتشر، ولكن راح نعمل هذا الشيء. راح نلاقي عدة أشياء طبعا. أول شيء نفتح الصفقة، راح أغلق هاي الصفقة طبعا، close now، أنا بدي أغلقها كلها فرضا، طبعا راح أحط. فأغلقنا صفقة البيتكوين شراء من يوم أمس. حلو، خلينا نرجع، نحن بدنا نختار عملة من العملات، فبالأعلى راح تلاقوا البي تي سي مثلا، راح نضغط على هذا المكان، راح نختار عملة من العملات، لنفرض بي سي أوكي اللي هي بيتكوين كاش، نضغط عليها فرضا اذا العمله الموجوده هي بي سي اتش بيتكوين كاش، وحابين نتداول ونعمل اكثر من تيك بروفيت واحد او اثنين، او تيك بروفيت واحد اللي بتحبوه. طبعا اول شيء راح نلاقي عده اشياء بهذا المكان اللي هو الباي والسيل، يعني الصفقه راح تكون شراء او بيع. شراء بالعاده بالفيوتشر هو لونج، البيع اللي هو الشورت. طيب بدنا نحن نعمل عمليه شراء فرضا للبي سي اتش للبيتكوين كاش. اول شيء بنضغط اصدقائي راح نلاقي المضاعفات، يعني انتم حابين 2x 3x 5x، المبتدئين انا ما بفضل يداولوا باعلى مضاعفات، ولكن راح نحط طبعا، خلينا نعمل اسكيب، راح نحط بهذا المؤشر بهذا المكان الليفرج اللي انتم حابين، وخلينا نعمل مثلا 10x كتجربه. طبعا بالجانب راح نلاقي في شيء ليميت، احنا راح نختار لما نفتح الصفقه راح نختار ماركت، وذكرت انتم طبعا هذا الشيء برجع لكم، ولكن اذا بدكم تنفذوا الصفقه مباشره تختاروا ماركت. وبهذا المكان اصدقائي انا قديش بدي طبعا من الكميه، انا بدي المبلغ كامل تبعي، مثلا عندي مثلا حاليا 37 دولار، او بدي مثلا نصه او 10% منه ادخل فيه بالصفقه. انا بهذا راح ادخل بكامل الصفقه او ب 75% اللي هو تقريبا 2.47 بيتكوين كاش، يعني بحدود ال 220. طبعا هي مضاعفات 27 10 اكس بتصير تقريبا شيء 220. اوكي، وبعدين اصدقائي فينا بهذا المكان نحط الستوب لوس. اوكي،
انتم مثلا حابين الستوب لوس يكون عند انتم عم نعمل عمليه شراء، حاليا السعر 112، في حال صار السعر لنقول 110 او 111 انا بدي اغلق الصفقه فرضا بهذا الشكل، فبتحطوا انتم الستوب لوس اللي انتم حابينه، ويفضل 1 او 2% يعني اقل من سعر الدخول، يعني اذا داخلين مضاعفات عاليه. اوكي، وبنعمل باي لونج بهذا المكان اصدقائي، باي لونج، نضغط مره ثانيه كونفيرم. حلو، تفعلت عندنا الصفقه. عندنا في ثلاث اشياء رح تشوفوها هون، الليكويديشن برايس، يعني انا ان داخل ب 10 اكس وفرضا مو حاطط ستوب لوس، اوكي، ففي شيء اسمه الليكويديشن، يعني اذا انت مو حاطط ستوب لوس ودخلت بشراء عند سعر 112 ووصل السعر العملي ل 102، فانت بتخسر مبلغ 27 دولار تبعك كامل. طبعا في حال وصلت سعر العملي، انت عملت شراء ووصلت سعر العملي لنقول 120 فرضا، 120 دولار، انت بتكون عملت تقريبا بحدود 15 دولار او تقريبا 60-70% من قيمه المبلغ اللي انت حاطه، فهذا شيء مهم يعني انتبهوا لهذا الموضوع. فرضا نحن عملنا هذا الشيء، طيب حلو، كيف بدنا نعمل تيك بروفيت 1 وتيك بروفيت 2؟ بالاسفل اصدقائي راح نلاقي شيء اسمه لو ليميت كلوز. ليميت كلوز يعني نحن الهدف لما يوصل مثلا بالصفقه مذكور تيك بروفيت 1 عند 113 فرضا، 113.5، فانا بدي اغلق يا اما الصفقه كامله عند هذا السعر، او بدي اغلق 50% واترك ال 50% الثاني لتستمر في الصعود لتوصل لقمه اعلى. فهذا الشيء بيسمى انه بتحفظ مثلا انت جزء من الارباح، فبنضغط على ليميت كلوز. حلو، نحن ما نعمل كلوز برايس فرضا قلنا نحن حاليا السعر 112.9، بدنا نوصل عند 113، بدي اغلق الصفقه، اوكي، وبدي اغلق 50% من هاي الصفقه عند هذا التيك بروفيت، وبنعمل شيء اسمه كلوز بوزيشن. تمت اصدقائي الكلوز اوردر حاليا، انه صار في عندنا لما ندخل على الماي اوردر رح نلاقي الكلوز بوزيشن عند هذا المكان، وطبعا الستوب لوس ايضا نحن حطيناه سابقا فبتم. نرجع على البوزيشن اصدقائي ونضغط ليميت كلوز مره ثانيه، نحن اول مره اخترنا 50%، فالمره الثانيه رح نختار اذا وصل السعر لل 115 انا بدي اغلق 25%. تذكروا اول مره عملنا 50%، المره الثانيه 25، فالمره الثالثه لازم يكونوا 25، يعني تيك بروفيت 3، لانه راح يتقسم ال 100% على عدد الصفقات اللي انت داخلها. فانا بدي ادخل بالتيك بروفيت 2 انه 25%، اوكي، يعني بس يوصل على 115 25% من مبلغي بيتم طبعا اقفاله، بنضغط كلوز بوزيشن، كمان تم العمليه، بقي عندنا 25% من قيمه المبلغ. لما يوصل السعر لل 120 فرضا، هذا مثال اصدقائي، بدي اغلق ال 25% المتبقيه ونضغط كلوز بوزيشن، فبيصير عندنا اصدقائي عملنا كلوز لكل الصفقات تبعنا بالتيك بروفيت والاهداف الموضوع. طبعا مثل ما قلت في اشخاص بتسال شو هاي الاشارات، مثل ما قلنا ستوب برايس نحن حطينا، اذا نزل السعر لل 110 بهذا المكان راح يتم هذا رقم يعني اغلاق الصفقه تبعه او ستوب لوس. هذا المكان الليكويديشن اللي هو طبعا قلت اذا انت مو حاطط ستوب لوس ونزل السعر لل 102 بتخسر طبعا المبلغ اللي انت حاطه، لانه انت حاطط ليفرج عالي كثير. الماركت برايس هو نفسه طبعا، هاي الكوانتيتي هي كميه البيتكوين كاش اللي انت اشتريتها بمقابل طبعا المضاعف اللي انت حاططها. المكان طبعا هذا للمبتدئين نهائيا، يعني اللي عم داخلين اول مره، البروفيت يو اس دي تي اللي حاليا انا داخل الصفقه وارتفعت ارتفاع بسيط جدا، فعندي تقريبا 0.09 دولار ارباح. هلا اذا نزل عكس الاتجاه بشوي كمان ممكن يصير 0.09، بس يصير باللون الاحمر بتكون خساره، فهذا الكميه انت مثلا اللي انت عم تربحها بالصفقه هاي. حلو، انتم بدكم تغلقوا الصفقه سواء يعني وصلت للارباح او ما وصلت او غيرت رايكم، في شيء اسمه كلوز بوزيشن اصدقائي بهذا المكان، كمان بنضغط عليه، بدكم تغلقوا كل الصفقه بتضغطوا 100% وبتعملوا كلوز، فبتم اغلاق الصفقه اصدقائي. طبعا بالربح الصغير اللي حصل حاليا. هذا بشكل عام كيف انتم ممكن طبعا اي عمله ثانيه بنضغط نرجع نضغط نفس الشيء. انتبهوا لازم يعني لما عم نشتغل على اليو اس دي تي يكون في عندنا يعني لما تضغطوا على اليو اس دي ام لازم يكون تيرب يو اس دي تي، ما تضغطوا على الكوين ام او التريدنج او اي شيء ثاني، فقط انتبهوا لهذا الموضوع. ولكن مثل ما قلت
بكل بساطة بهذا المكان دغري بيطلع لكم المكان تبعهم. فبتقدروا تختاروا أي عملة ثانية، مثلا فرضا اللينك أيضا نفس المبدأ أصدقائي، فبتقدروا تعملوا تيك بروفيت واحد وهو الأكثر أمانا فرضا. فأنا بدي أشتري فرضا بالماركت 10x نقول confirm، بدي أشتري بكامل المبلغ اللي معي. أوكي بنضغط باي. طبعا مثل ما قلنا بهذا المكان بتحطوا تيك بروفيت أو تيك، خلينا نعمل سيل حاليا بما أنه عملنا باي، نضغط سيل، بدنا نكامل المبلغ بنحطه 100% بهذا المكان، بنضغط يعني عند هذا الرقم أو بتكون 75 أو سو أند سو، مثلا 100% كل المبلغ تبعي قلنا هون بهذا المكان. بتختاروا ستوب لوس اللي أنتم حابين تحطوه فرضا، نضغط بهذا المكان، عفوا لازم نفتح الصفقة أول شيء، بنعمل سيل شورت كونفيرم. حلو تمام. طيب بهذا المكان تختاروا، فينا قلنا انه انتم تحطوا ستوب لوس تبعكم، مثلا حاليا احنا عملنا عمليه بيع لللينك عند سعر 6.3، يعني اهدافنا ممكن تكون الصفقه مكتوبه 6.2 6.1، ولكن اذا طلع اللينك وارتفع سعره ل 6.4 فرضا نحن عم نكون بخساره، فاذا وصل ممكن ل 6.7 ممكن انت المبلغ كله تخسره. فقلنا بهذا المكان عند التيك بروفيت، عفوا عند ستوب لوس بهذا المكان بنحط القيمة، فقلنا وصل ل 6.7 او 5 فرضا، راح يكون راح يقول لك بهذا المكان انه انت راح تخسر تقريبا 10 دولار من قيمة ال 37 دولار لما يوصل. طبعا هذا الستوب لوس، قللت المبلغ، قللت طبعا بهذا المكان حطيت 6.3 اوكي، لحظة شوي، لا عفوا 6.4، رح يكون عنا الخسارة تقريبا إذا وصل لهذا السعر 4 دولار. أوكي أصدقائي، ففي ناس بتقلك بتخسر كل أموالك أو ما بتخسر كل أموالك، لا إذا أنت عارف تحدد الستوب لوس وإمتى تخرج من الصفقة وإمتى تغلق الصفقة، لا ما بصير في هذا الشيء، يعني مثل التداول مثل أي تداول تاني، يعني أنت بالسبوت كمان ممكن تخسر، يعني دخلت شراء على عملة البيتكوين مثلا عند 25,000 ونزل سعر البيتكوين ل 23,000، أنت خسران بالنهاية يعني. أوكي بنرجع بنعمل كونفيرم بهذا المكان بالاسفل، ومثل ما قلنا بنعمل نضغط على ليميت مشان نحدد الاهداف، ليميت كلوز. حاليا نحن عملنا شراء، فاذا مكتوب التيك بروفيت بالصفقه تبعنا 6.2، بنضغط على ليميت تيك ليميت او ستوب ليميت وبنضغط 6.2، انا بدي احقق اهدافي وبدي اخرج مثلا ب 100% من الصفقه، فبكون ربحت تقريبا بحدود 7 دولار. اوكي إذا كان التيك بروفيت 6.3 وأنا بدي أغلق كامل الصفقة طبعا أصدقائي، ليش 1 دولار هيك شوي؟ لا عفوا شو 6.7 عفوا عم نعمل عملية شورت 6.1 بصير ربحك تقريبا عفوا مرة ثانية بصير ربحك 12 دولار. وصل السعر، انت عامل عملية بيع، وصل السعر ل 5.8 او 5.4، انت 37 دولار عملوا لك ربح 53 دولار، نزل السعر ل 4 دولار فرضا، انت عامل من 37 دولار 134 دولار ربح. طبعا هاي يعني صعب تحقيقها لانه اللينك عملية قوية وانه تنزل ل 4 دولار صعب يعني، ولكن عم فرضا كمثال. اوكي فانا اذا كان مذكور طبعا دخولنا انه هو تقريبا قلنا 6.3 عند 6.2 انا بدي ربح تقريبا او 6.24 انا بدي ربح عفوا 6.18 عندي 8 دولار ربح، بدي اغلق ال 100% اصدقائي، نضغط طبعا هون 75 بتغلق من الصفقه 50، ولكن اذا بدك تيك بروفيت واحد نضغط 100% وكلوز بوزيشن، فبتتم العمليه اصدقائي بهذا الشكل. يعني عندي نص دولار حاليا على الشورت الصغير خلال ثواني، طبعا هاي ما لها علاقه ممكن يكون معكوس، وقلنا اذا بدي اضغط انا اغلاق الصفقه بشكل كامل بنضغط مره جديده على كلوز ناو بهذا المكان، وبدي اغلق 100% من الصفقه بنضغط 100% وكلوز ناو، بتتم الاغلاق اصدقائي وبتتم الصفقه بهذا الشكل. هذا ان شاء الله تكونوا تقريبا على الكوكوين يعني عرفتوا كيف الطريقه تبعه. اوكي فبتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.